السلام عليكم، معكم حماد القرشي من قناة الراوي ستوريز. في سلسلة قصص المتابعين وعنوان القصة المنزل المسكون بقلم ريوزاكي ومن إعداد خنساء القرشي ومن تقديم حماد القرشي. نتلقى بعد الفاصل. اولا اخي ويا اختي، غادي نعطيك نصيحة من عند خوك ريوزاكي وتبعها. غدور الايام وغادي تقول قالها لينا واحد الدري، واللي هي اذا كنت باغي تشري شي دار عمرك تشري بالثمن الرخيص على الثمن الاصلي ديالو لاي سبب من الاسباب، لان بكل بساطة لابد ان هالدار غادي تكون شي حاجة شريرة على مواليها واللي هما باغين يبيعوها ويتفكوا منها بأي ثمن وبدكشي اللي جاب الله. المهم أنا غير حضرتك ولك الاختيار فيما تفعل. المهم نرجع الموضوع. كتعقلوا فاش كنا صغار كنا كنشوفوا شي دار مهجورة كنبقاو نتخاطروا شكون اللي يقدر يزعم يدخل ليها، ولكن تا واحد ما كيقدر يدخل، حيت بكل بساطة رسخوا لنا ديك الفكرة ديال أي دار مهجورة غادي تكون مسكونة. ولكن بعض المرات كتكون بالصح وبعض المرات غالطة. والليلة غادي نعاود لكم على قصتي مع واحد المنزل. ايه سيدي، أنا ريوزاكي وأول مرة قررت نفصح لواحد الجزء لكم من حياتي، نظرا للولف لكم والتفاعلات ديالكم معايا وكلامكم الطيب. ومن هاد الشي كامل حسيت أنني وسط العائلة ديالي والله العظيم. لهذا وبكل بساطة لا أخجل من أن أروي هاته القصة القصيرة لكم. المهم راكم عارفين اسميتي ريوزاكي، 27 سنة، وغادي نرجع بكم سنين الوراء من اللي نجحت في الباك. المهم هما كانوا وقعوا لي شي حوايج من اللي مرضت اختي في الدار الملعونة هذيك اللي كنا ساكنين فيها، ولكن ما بغيتش نحكي عليها دابا حيت طويلة بزاف. غادي نحكي لكم من النهار اللي نجحت. قررت انني نقرا في الجامعة بحكم انني في مدينة صغيرة وما فيهاش الجامعة. قررت انني نكري في مدينة قنيطرة وهي المدينة الاقرب للجهة ديالي وفين ساكن وفين قاعد الدراري ديال مدينتي كارين تماك. المهم اتفقنا احنا وشي ثلاثة الدراري على اننا نكريو مع بعضياتنا بيت كما كيديروا قاع الناس. صافي هزينا الرحيل ديالنا وقادينا الامور. مشينا في الاول نقلبوا على الكرة، لكن لقينا كل الديور غاليين. ساعة قلنا فريوسنا بيت واحد كافينا ومنها نقتصدوا على المصروف. داكشي اللي كان من بعد مدة ديال التقلاب لقينا واحد الدار اللي كانت مولاتها امرأة وكانت محافظة وفي شكل. عطاتنا واحد البيت في التروازيام، كان كبير وفيه السرجم ومهوي وبخير. المهم درنا معها اننا غادي نخرجوا نجيبوا الرحيل في النهار الفلان الفلاني، عطيناها التصبيق ورجعنا في حالنا. صافي ملي قربت القراية رجعنا للبيت برحيلنا وقادينا الأمور وطاح الليل وهبطنا ضربنا دويرة فاش نعرفوا المكان والناس كذلك باش أنها تعود علينا وتعرفنا. رجعنا وطيبنا العشاء ونسنا ومشينا اللافاك. فقنا ومشينا اللافاك كأيها الناس، وبدا الأمر على هاد الموال مدة حتى الواحد النهار اللي غيبان فيه صاحب دعوتنا. كيفاش؟ أنا غادي نفهمكم. واحد الليله اللي كنت شاد البيسي وكنت مقصر، كانوا الدراري ناعسين ديك الساعه، انا غير بوحدي اللي كنت سهران شويه، كنسمع المزيكا ديال اكون وهذيك الاغنيه كانت عجباتني بزاف. ومع هذاك الوقت قررت انني ننزل وندق على هذاك السيد ونسولو على العنوان ديال هذيك الاغنيه. كانت تقريبا وحدة ديال الليل، راكم عارفين الديور ديال الكرا كيكونوا بيت حدا بيت، يعني جوج متر على البيت الاخرى. المهم مشيت ودقيت عليه، طق 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 طق، حل الباب ليا حتى كنت فاجأ باللي عشيري الفلان. ويلي ما تيقتش، والله ما تيقت. انا غادي نعرفكم على هاد عشيري.
كانت ايامات الليسي، الفلان الفلاني كان متوسط دراسة، البلية ديالو المعجون، وما كاينش شي حد في الليسي ما عطاش المعجون. والله العظيم الى الليسي كامل، واقسم بالله العلي العظيم الليسي كامل والقسم اللي كنا كنقراو فيه ايامات الباك حتى هو. المهم ضحكنا وبت معاه ديك الليلة، لقاو الدراري الغد ليه حتى هما تفاجؤوا، سلموا عليه ولا يبات معانا وناكلوا جميع ونخرجوا جميع ولعبوا كره جميع، وهو سببنا في هاد المحنه اللي غادي نعاود لكم. كيفاش؟ تبعوا معايا مزيان. ملي تقاربنا بزاف لبعضياتنا ولا كيصاوب الزيت ديال المعجون وكيعطيه للدراري اللي معانا، انا ما كنتش كناكلو بحكم انني كنت كنصلي. المهم حتى هما كيديروا شي لقطات، حتى لواحد الليله صايب المقلة ديال الزيت ديال المعجون وجابها للدراري كلاو وبخير. دازت مدة، طليت انا من السرجم حتى كتبان لي واحد الهدية دايزة والدقة المراكشية، وهما ملي تبوقونا دو كيشطحو ويدردكو على مولات الدار. طلعت لعندنا وجرات علينا كاملين، عينا ما نزوقو فيها ونطلبوها ولكن والو. خرجتنا في هذاك الليل واقسم بالله نيت حتى هذيك السيدة الحد الان ما فهمتهاش، كانت في شكال والله. المهم هزينا الرحال ديالنا وبقينا كنقلبوا على شي دار ديال الكرة، وهنا فين غادي تقلب الامور من الفوق حتى لتحت، من اللي غادي نلقى واحد البيت، وكذلك كانت في واحد الدار مولاتها امراه. كانوا اربعه البيوت في السفلي، كرينا واحد من دوك الربعه ومولات الدار كتسكن الفوق. تصوروا معايا كان الليل والطريق خاويه، وهزين الرحيل، والراجل اللي لقيناه كنا كنسولوه، تلقينا اللي يرشدنا لديك الدار الملعونة وديال ديك السيدة. المهم سلمنا على المرأة وكانت في شكال ومخنزرة وتتهضر بالزربة، واللي قلناها لها تتقول واخا واخا صافي. ويلي هذه مالها؟ صافي دخلنا مع الدخلة وقلبي تهز من مكانه. المهم أنا مرتاحيتش، ولكن اش غادي نديرو في ذاك الليل؟ نباتو في الزنقة؟ لا 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 لا. خلصناها ودخلنا وشدينا البيت ودوزنا هذيك الليله كما العاده فيلم في البيسي حتى كيدينا الناس. بقات الاحوال كما هي حتى لواحد الليله وحنا جالسين كنتفرجوا، حتى كنسمعوا صوت الماحن بحال الا كيتشايروا الفوق عندها. ويلي درت عند الدراري ولقيتهم مشاو نعسوا، وانا درت بالي مع الفيلم. انا قلت في بالي انه غير من الفيلم، وقلت غير تهيؤات ولا الصوت نتاع البيسي، واخا انا عارف انه ماشي من البيسي الا شويه. كنسمع المواء ديال المشاش والصوت ديال ديك السيده بحال الا كدابز مع شي حد الفوق. انا فيقت الدراري ساعه لقيتهم كاع معجنين، وخا تعاود ليهم هادشي اللي قلت غادي غير يضحكوا عليا. انا مشيت وتوضيت وصليت القيام الليل كيف العاده، قريت القران ونعست. الغد لي عاودت هادشي للدراري لكن ما عطاونيش اعتبار، او بالاحرى ما عطاوش الكلام اعتبار. انا صافي سكت ومشيت غير بوحدي لعند هاديك السيده كندق، ولكن والو، حتى شي حد ما كيحل او ما كيناش من الاساس. وهنا عرفت باللي جبت على راسي نحل، الامور غادي تزيد وغادي تطور. وهاد المره الدراري كانوا حاضرين، وقلت ليهم قبل والله بالله العلي العظيم الا كلا شي حد هاد المعجون. قلت ليهم في الاول انا قلت لكم شي حاجه اللي هي من الاساس ماشي طبيعيه. وهنا عندي احساس مريب، لانكم غير نتوما غادي تعجنوا غادي تمشيو تخليوني بوحدي. انا بغيتكم تبقاو معايا وهاد الليله واخا بزز على رواحكم. صافي قنعتهم ودرنا كيف العاده فيلم وكنا كنتفرجوا، الا واحد شويه تقطع الضو وعاود جا، وحتى الما في الطواليت حشاكم كان كيتقطر ويعاود يخرج طبيعي. قلنا هادي، ولينا قلنا في رواحنا وكندخلوا ديك الفكره باللي ما كاين حتى شي حاجه باش ما ترهبناش وتخوفنا. قلنا عادي نعسوا الدراري، وانا كيف العاده نطت ودرت القيام الليل وقريت شويه من القران الكريم ونعست شويه.
لكن كان فيق على الغوات ديال صاحبنا. كنقول مالك مالك شنو واقع؟ لكن شي حاجه كانت شاداته بحال الا خانقاتو. والله العلي العظيم ناض زرق وانا مشيت نجري نوط على الزر ديال الضو. على الله يكون جا الضو، وبالفعل جا وتشعل الضو. مالك فلان اش تما؟ السيد كان مرعوب. اشف الله الله اللي يعلم. انا قلت في نفسي غير جاتهم، كيف كتعرفوا هادو هما الاعراض اللي كيدير. قريت عليه شويه ونسنا، ولكن الامور والو، الامور غاده وكتزاد. بغينا نبدلوا العتبه والدار، ولكن الظروف الماديه ما كتسمحش لينا. واحد باه كيبيع الدجاج، واحد باه بناي، والاخر غير حنايا مسكنينو حيت ما فحالوش وما عندوش. حتى من اللباس اللي كيلبس قليل عنده، وكنتعاونوا معاه واخا الله غالب. حاولنا نتأقلموا ونحيدوا دوك الافكار ديال الرعب والجنون، حيت جامي شي حاجه غريبه طرات لشي حد فينا. من غير هاد الدار اللي جا معانا وما عندنا حتى شي بديل باش نبدلوها. جا الاخر ديال الاسبوع ومشينا حنا الثلاثه لديورنا. كانت داك اليوم الجمعه، وباقي كنعقل حيت انا كنت كنسلت مره حيت كنت كنتوحش مالي الدار دغيا. واحد فينا كان داير الفلسفه، بقى تما بحكم انه كيوجد مع الرفاق، الدراري ديال لافاك، راكم عارفين المصطلح ديال الرفاق. المهم حنا درنا معاه غادي نرجعوا نهار الحد، وداكشي اللي كان. وانا دابا غادي نعاود لكم بلسانه. قال لنا في الاول الليله اللي مشينا فيها ملي بغى ينعس سمع الدقان ديال الباب، ناض حل لقى هذيك السيده كتسولو واش ما بانتلكش واحد القطه ديالي. السيد غير ملي شافها تلف، كانت في واحد الحاله والله يشوفها شي حد تيهرب في داك الليل. قال لها لا 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 ما بانتليش، وسد الباب ورجع، والخوف كيتزرع فيه درجه بدرجه حيت كان الشكل ديالها مخيف ومرعب نوعا ما. وفي نفس ديك الليله وبالليل فاق على الصوت كان غيسكت له القلب ديالو من كثره الرعب والخوف. قال لنا انه سمع المشى في بيته، وقال لنا ماشي بحال ديال القطوط 100%. الصوت كان غريب، وبالمجرد انك تسمعه كتعرق بالخلع. حاول يقرا القران وحاول يشعل الضوء، ولكن ما بغاش يتشعل. الامور عاد ما زادت عن الحد ديالها، بدا كيسمع شي حد حداه وتيتمشى في البيت. وقال لينا كنشوف جسم غريب قدامي تقريبا جوج الامطار، كنسد عيني وكنفتحها، وكيزيد كيكبر ما حتني كنسد وكنفتح، هو كيتزاد كيكبر ما بقاش قادر. نض كيجري للباب باش انه يحل ويهرب، لكن للاسف ما تحلش ولو في وسط هذاك الظلام، الا انه بان داك الراجل وبان له واضح واقف، ولكن من جهه الوجه ما شافوش بوضوح حيت كان الظلام شديد والسواد كتيف. بدا هذاك الشيء كيتمشى من جهه اليمين ومن جهه اليسار، وبواحد الزربه خاطفه صاحبنا ما قدرش يتمالك راسه، وبدا كيغوت باعلى صوت وكيطلب النجدة. وهذا الشيء كامل اطرف طرف 30 ثانية. صاحبنا بكثرة الرعب سخف، ومن اللي فاق القى قدامه قطة كحلة، وكانت كتشوف فيه بعينين كيبرييو وفيهم واحد المضيض قوي. صافي ناض كيجري فرع الباب وكيقلب على اقرب تيليبوتيك. راكم عارفين داك الوقت ما كان لا واتس ولا والو، وحتى الفيسبوك ما كانش شي حاجه. اتصل وما يطيح غير فيا انا، كان عندي واحد تليفون محشر بلاك بيري بولت. بدا كيزنزل لي في داك الليل. انا من عوايدي ديما سهران، يا اما كنقصر في البيسي ولا شاد شي فيلم. المهم جاوبته بالسلام وباقي كنعقل. قال لي ما كاين لا سلام ولا طيط. بدا كيفرتت في الهضره، مالك ياك لاباس؟ تيقول لي دابا غتجي. كنقولو مالك واش مريض؟ راه يلاه اول نهار وحنا اتفقنا على الحد. وقال لينا ما غاديش نعقل عليكم، اما غادي تبانوا عندي غدا ولا غادي نهبل. وقال لي انا واحد فيكم على الاقل يجي عندي، غير ما تخليونيش بوحدي راه غادي نهبل
ولا غادي ندير شي فضيحه. انا قلت له صافي صافي، غدا حنا غادي نكونوا عندك، غتبت وعاود ليا مالك. قال لي حتى الغدا ملي تجي، وديك الساعه غادي تعرف كل شيء. قلت له انا غادي للاكار وغادي نبات تما حتى يصبح الحال وغادي تلقاني عندك. وقطع التليفون وخلاني مرفوع، وكنفكر غير بوحدي، ويلي هذا ماله، ما عمره ما كان بحال هكذا. وزيد اصلا ما كيامنش بشي حاجه ديال الجن ولا من والو، لا 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 كاينه شي حاجه حتى من الله سبحانه وتعالى ما كيامنش به، اللي خالق هاد الكون ما بقالو يتي غير في الجن باللي كاين ولا لا. اعوذ بالله، خرجات عليه ديك الفلسفه وحق الرب وحتى شي دراري اخرين دايرين بحالو. بقاو بزاف ديال التساؤلات اللي كيدوروا لي في راسي شويه، وانا نقول ياك ما ديك المرة اللي دارت له شي بلان. انا صافي هاولت الغد ليه نتحركوا عنده، وما دوزناش القليل وخصنا نشوفوا ماله. المهم كنقسم ليكم يا هاد اللي كتسمعني واحد واحد، وكنقسم انني نطت ومشيت نتوضى كيف العاده ونصلي قيام الليل بحكم دارنا تاهي ملعونه، واللي طرا فيها اقسم بالله العلي العظيم تيجيو لهنا فين ساكن، ونخلي بنادم هو اللي يقول لكم اشطر لينا فيها. اولا مرضات فيها اختي بالملك ماشي المس، وسطروا بخط احمر على الملك او شي حد يمتلكك، ملكوها ولات ديالهم. وثانيا خويا اللي كيقرا في الباكو كان كيسمع وكيشوف اختي ملي تتكون كتهضر معاهم في البيت، هذيك البيت اللي مرضت فيه، وزيد عليها اختي الصغيره اللي مره مره كتجي تجري لعندي. خويا تتبان لي مراه حدا الطواليط جالسه ولابسه البيض، وانا كنقسم بالله اللي عندي حتى عندي هاد الفيديو كتبكي وكتقول لي هاد الهضره. انا صيفطت لواحد الاخت معانا في الجروب ولا داعي لذيك الاسم ديالها، هي ما كانتش تايقه، وملي شافت البنت الصغيره والدموع تصدمات، يعني البنت ملائكه كيفاش غادي تكذب. المهم هاد الميساج العادل المعزوزي اللي ديجا حتى هو فايت من هاد الشي، ودازو على يديه حالات كتيرة. وانا كنقول لك الا كنتي كتسمع هاد القصة غتعرفني انني لا اكذب، وحنا كذلك في نفس الدومين، وراك عارف هاد البلانات اللي كيطراو مرة مرة الصوت ومرة مرة الخيال، وهداك الصوت اللي كيوشوش حدا ودنيك. المهم نرجعو لقصتنا، وكما قلت نط وضيت وصليت ومشيت لبلاصتي، وكنقرا في واحد النشيد كنت حافظه من الصغر، بقيت كنقول هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، وغادي مع الريتم حتى كنشوف ضوء ابيض هابط من السماء. كنقسم بالله العلي العظيم وربي شاهد على ما اكتب واقول، انا حسيت بالفرحه، والمهم الشعور مخلط ما بين الخوف والفرحة والخشوع لله عز وجل، ونست حتى كنفيق على واحد الحلمة ديال واحد الراجل بلحية وكيقول لي عتقوا صاحبكم. هويلي هويلي اش هادشي تاني. فيقت هذيك الأخت حيت هي خبرة في هذا المجال. ونزيدكم معلومة، الأخت كانت كتحيد السحر وحتى التوكال للناس من مختلف المدن، مكناس الرباط إلى آخره، وحتى الخارج. وكنقسم لكم بالله العلي العظيم وبشحال من مره عاونتني، وبزاف البلانات اللي كانوا كيوقعوا لي بحال هكذا. ونقسم التصويره اللي وريتها ليها ديال شي حد يا اما ولد الحرام ولا ولد الحلال، بمجرد الشوفه الاولى كتعرف عليه كل شيء، وكيفاش حتى كدير كتعرف كل هاد المعلومات. انا غادي نرويها لكم من بعد وفي شي فيديو اخر. وحتى الا بغى عادل المعزوز نوضح له يجيب بريفي، ونوضح له وانه يجي بريفي، ونعود ليه المفاتيح اللي كيف فهموها الا الروقات، وغادي يتيق بهالطرتي. المهم فيقتها وتسيفات عليا بالتعريض باش ناضت. مالك اش باغي انت من الصباح وهادوك تيلعبو حدايا وما خلاونيش الناس، غادي تزيدني حتى انت؟ شكون هادوك؟ وسكتت ونطقت وقالت لي اش باغي. جاوبتها وقلت لها شوفي راه حلمت واحد الحلمة وبغيتك تعاونيني، الله يجازيك بالخير لان الدري صاحبي كذا وكذا. عاودت ليها البلان وقالت لي جوج كلمات، الا بقيتو في ديك الدار غادي تشيروا كلكم.
وسير خليني الناس. هذا هو الكلام اللي قالت لي، خلتني مصدوم. وانا كنقسم دابا وانا كنكتب، يدي اليمنى تشوكات عليا قسما بالله، الله اللي غادي يحفظ صافي. المهم مشيت وكملت نعاسي، والغد ليه فقت عطاني الوليد الله يمتعنا برضاه واحد البركه، منها عطيت العشيري شويه ومنها غد نشد الدران ديال العشره. المهم تلاقينا وعاودت له بعجاله وقلت له زيد غازي الثالث ما غادي نعرفوا اش كاين. دري صاحبنا الثالث المسكين في العروبيه وما عنده كي يدير وخليناه. مشينا وصلنا مع ديك 12 و17 دقيقه بالضبط بحال هكذاك، قلبنا على فلان وصونينا حتى جاوب. قلنا له حنا في لاكار الكبير ديال القنيطره، فينك انت؟ صافي تلاقيناه وبدا كيعاود، وانا تيقت كل الهضره اللي قالها والله، حيت الانسان ملي كيحكي بصدق تتشوف داكشي بعينيه. شدني الرعب ديال بصح، وصاحبنا الاخر ممسوقش وكيستهزئ وتيقول ترى هادشي منافي للمنطق، مالنا بتنا فيها موقع والو، ياك ما كترتي لا دوز ديال المعجون تاني. ناض الاخر كيغوت وتيبلبل عليه حتى كانوا غادي يتشانقوا. بردتهم وقلت لهم دابا نشوفوا حل، وقال لنا باللي لازم علينا اننا نبدلو هاد الدار ولا نحبسوا ما هاد القرايه وما طلعاش ما طلعاش. هضرت معاه وقلت ليه شوف غادي نمشيو في الاول نسولو على الدار ديالها والتاريخ ديالها من الاساس وشكون ديك المراه. بقيت معاه حتى برد وحاولت نقنعو. صافي رجعنا للحي وتصوروا معايا، اللي لقيناه كنسولو على الدار وهاديك السيده، واللي كيجاوبنا كيقول لنا ما عارفش ما عارفش. ويلي واحد فيهم ما عارفش، والتسطية هادي. حلينا هذاك الزفت ديال الباب ودخلنا البيت ودوزنا هذيك العشية باللعب في الرامي والفراشة حتى وصل الظلام. وهنا فين غادي نخرجوا كلنا منها، وانا غادي نحبس الدراسة ديالي الى يومنا هذا. وتبعوا معايا، من بعد ما وصلت الوقيتة ديال المغرب خرجنا نجيبو ضويرة في الخبازات، وهاد البلاصة في قنيطرة فيها البشر وزينة وفيها ما يتشرى. ضحكنا ونشطنا ولعبنا وبيه خير، ومورا العشاء رجعنا للبيت الملعون. افتحنا الباب السوارت ودخلنا، كان فينا الجوع، طيبنا البيض والمطيشة وكلينا الأكلة الشهيرة للطلبة. المهم سالينا وحطينا الماء حدا الباب، قلنا حتى الغد ونغسلوهم. العجز والخوف وما يدير. المهم انا بزز باش مشيت للطواليط، كنت كنتوضى باش نصلي. صليت العشاء ومشيت لبلاصتي وشديت واحد الروايه اللي كانت باللغه الانجليزيه، حيت كنت داير في لافاك الدراسات الانجليزيه، والاخرين شادين الفيلم وكيتفرجوا حتى كنسمعوا التمواك تاني. الاخر ناض وكيشعشع وتيقول هادشي اللي قلت لكم، هادشي اللي قلت لكم، ناري امي هيا عاوتاني جات. قلنا له اش من تمواك، حنا ما سمعنا والو. تغامزنا انا والاخر غابش يتبت، وحنا راه سمعناها بالتاكيد ولكن تبتنا. وقلت له شوف، ومع هادي قلت له شوف تقطع الضو، بقى شاعل غير داك الشعاع ديال البيسي والتليفوناتنا. قال لنا الدراري شنو غادي نديرو، وقلت لهم خليونا غير مع بعض واحد قدام واحد ما نتفرقوش، ونقراو القران. وكل شي في هذيك اللحظه كان كيقرا، حتى كنسمعوا الباب من دوك البيبان ثلاثه اللي كاينين على برا تيتحل بداك الصوت ديال الزيط. والله الخوت حتى الشعر ديال الجسم ديالنا وقف، وكل شي تيترعد الا شويه الباب كتسد بخبطه مجهده. صاحبنا اللي كان غيدابس مع اخونا كان غادي يتشير والله العلي العظيم. علاش؟ لانه قال لنا الخوت الخوت شوفوا 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 اللمبة. هزينا راسنا ما كاين حتى شي حاجة، وقلنا له مالك كتخلع فينا كتر ما احنا مخلوعين. تيقسم وكيقول باللي شاف جسم معلق في الخيط نتاع اللمبة ورجليه الفوق وراسه لتحت، وكيحرض الحصيرة بضفارو. الاخر كان غادي يسخف للمرة الثانية. كلنا عرقنا وكنا كنسمعوا اصوات ديال الخطاوي غادين وجايين برا الباب. انا صافي تشللت بالخلعة، والله العظيم ما نكذب عليكم وما غادي نديو غير شبر، واصلا كل ما كنتو عزاز والله ما نعاود لكم هاد القصة. من بعد المعاناة مع هادوك الاصوات جطو، وكلنا جمعنا حوايجنا والله لبقينا زدنا خطوة في هاد الدار. هزينا الرحيل اللي قدينا عليه، وانا خليت كاشو شي معن وهيلي عقلي هو الاول. خرجنا في هذاك الليل برجلينا للاكار وجلسنا تما حتى صبح الحال.
شوية بدا كيهضر صاحبنا الآخر وكيقول شفتو واش قلت لكم؟ والله لا استخدوها في ديك الدار. مالي أخويا على حالتي، كنت مهني بوحدي في ديك البيت حتى تسلط عليا انت. قلت له دابا هذا كان غير انذار من الله عز وجل باش تقطعوا هذاك المرض اللي كتاكلوه. بقينا تصبح الحال كيف قلت لكم وشدينا التران ورجعنا في حالنا. انا صافي اطفات لي الشمعه ديال عاد نزيد نكري ونهجر والديا وانا مولفهم قراب ليا. هما لا رجعوا وكراو، ولكن واحد بقى مع شي دراري والاخر دار لا نافيت وبجوج الدوله ليسونس وتا واحد ما خدام فيهم المغرب وكل واحد مخشي في حزب. واحد المفاجأة اللي غادي تجيكم في شكل وما غاديش تخليكم للعقل، اللي هي مشى واحد صاحبنا لهذيك البلاصة من اللي عاودنا ليه البلان ومشى وكيسول الدراري اللي كيعرفوا مع هذيك السيدة. عرفتوا اش قالوا ليه؟ والله ما غادي تصدقوا، قالوا ليه اين امرا هالدار قرن وزمارة وهي مسدودة وما كاين لا امرا لا والو، وزيدون ومولها راه شي 7 سنين دابا فاش سدها. وتصد انت اللي كتسمع ليا. انا عاد مازال ترسخات ليا ديك الفكره ديال والله لا مشيت كريت نقرا في دارنا ونهني الوقت، ولكن جاوني شي ظروف اللي خلاوني ما نكملش القرايه ودوست اوقات صعيبه في دارنا اللي عمرني شفت ولا سمعت شي خيال من غير مرض اختي والتروينه اللي ترونا معاها. حتى تزوجات دابا وعندها بنيه وقبل ما تزوج قالت لينا ما تخافوش راه ما غادي يديروا لكم والو، واصلا هما مسلمين غير ما تاديهمش هما ما غاديش يقربوا لكم. ومازال لحد الان تتفيدني بشي بلانات الا سولتها عليهم، وتتفيدني الا كان شي حد فيه السحر ولا التوكال ولا ممسوس وتتقول لي قول له يدير هكذا ويدير هكذا. وكاينين الناس معنا هنا في الجروب اللي كنت واصل معاهم شافوا بعينهم هذاك الشيء. المهم وصلنا لنهاية القصة البيت الملعون، ونصيحتي الأخيرة لأي واحد هنا أو أي واحد كيسمع قصتي هي أنك أخي لازم عليك تحافظ على صلاتك لأنها قوتك وعمادك ولا صلي تكا عليها من اللي تخرج ليك. وقولوا باللي قالها لنادي يوزاكي في يوم من الأيام، ما حدك تتصلي ما تخافش، ولكن ماشي أي صلاة أنك تصلي وتزني ولا تصلي وتكذب. لا، الصلاة يا أخي تتنهى على الفحشاء والمنكر، لهذا اديوها في صلاتكم وعطروا فمكم بالاستغفار والتحصين، وكونوا متأكدين أن عمر شي مخلوق أنه يقدر يأذيكم سواء جني أو آدمي. ودمتم في رعاية الله وشكرا لتفاعلكم. وكيزيد يقول ريوزاكي صحاب المنطق خطوني عليكم رغم في اللي يتشاقر مع شي حد، ودمتم متألقين وتصبحون على ألف خير. وانا بالدور ديالي كنشكر الاخ ريوزاكي على المشاركة ديالو في القصة هذه اللي مر بها وتقفينا باش اننا نحكيوها وتسمعوها معنا. فقبل ما نسدو الفيديو، ففي الأخير القصص قصصكم، وهذه قصة من قصص المتابعين. إلى عندك فعلا قصة أو تجربة مريت بها فمرحبا بالمشاركة ديالك معنا. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم حماد القرشي من قناة أراوي ستوريز. سلام.